عنده هو بما لديه بصفحة مكشوفة حول رؤيته وحول مقرباته وحول كل الظروف اللي أحاطت بترشيحه وبما قد تقول إليه الأمور وبما لديه من رؤية مستقبلية للإنقاذ بكل المستويات السياسية والاقتصادية وما إلى ذلك. ما قلت تتخلوا عن ترشيح اسم فرنجية؟ نحن لا، يعني حفظ الأرقام. بعتقد مبدئيين، ونحن دائما مبدئيتنا منطلقة من المصلحة الوطنية، المصلحة المقتنعين فيها وما بتكون. نحن ما دمنا نرى اليوم حتى اللحظة أنه في مصلحة بهذا الترشيح، وفي أن تكون لدينا الشخصية بهذه المواصفات في موقع رئاسة الجمهورية، نحن على قناعة. إذا ما حسمت بيوم الأربعاء المقبل، نحن ذاهبون إلى فراغ طويل الأمد؟ إذا استمرينا على هذا النحو من التعاطي مع الاستحقاق ومع هذه المقابرة وهذا التعنت، ممكن. وشو بيصير بحاكمية مصر في لبنان وبالحكومة؟ إذا حكومة في مخارج، شو المخارج؟ الرئيس بري بعده على موقفه بأنه لا يجب على نائب الحاكم الأول. إيه طبعا هو حتى اللحظة، ولكن طبعا الظروف هي اللي بتحكم القرار النهائي. المصل دائما رئيس بري مواقفه تنبع من المصلحة. هو لما قال نحن ما راح نقبل أنه نائب الأول أنه يأخذ هو حفاظا على هذا الموقع وما يمثله هذا الموقع، وكي لا يكون هنالك التباس في ظل مساحة التضليل والتهويل اللي عم نسمعها حول الاستهداف لهذا المكون أو لهذه الفئة. للأسف يعني توصلت الأمور لهالمستوى. لماذا لا يتم اللجوء إلى تعيين حارس قضائي، وهو الاقتراح اللي تقدم فيه النائب جبران باسيل بإحدى إطلالاته الأخيرة؟ أعتقد أنه لهالدرجة يعني لا، إما أنه بده يكون في آليات يحكمها القانون والدستور بشكل الانتظام عمل المؤسسات وفق آليات واضحة. حتى بموضوع لو قلنا كان في غطاء، بعتقد من أكثرية القوى السياسية لو اضطر الأمر لحكومة تصريف الأعمال أن تتخذ قرار، أي قرار بظل توافق وتفاهم سياسي، ممكن يحصل. هو دائما نحن لأنه حكومة تصريف الأعمال فيها تعيين حاكم إذا كان في توافق سياسي وفي رضا سياسي. طبعا بس هل هذا الرضا غير المتوفر؟ مصلحة الدولة العليا بتقتضي هذا هذا الرضا غير المتوفر لانتخاب رئيس للجمهورية، رح يتوفر لتعيين حاكم مصر في لبنان يسحب من إيد رئيس الجمهورية المقبل أنه يتم تعيينه؟ بعتقد لما بده يكون في تفاهم بين كل القوى بدون استثناء هذا غطاء كامل. وهل وارد هذا التوافق؟ وارد، ليش مش وارد؟ نحن بلبنان حليما، نحن بلبنان هذا بلد بلبنان، بس هذا بلد في لبنان مخنقين على كل شيء وفيك بيتصالحوا على كل شيء. لما بتحضر بعض الحواضر المصلحية بلحظة معينة ممكن تمر التوافقات على كل الأمور. يعني ممكن نكون أمام شغور برئاسة الجمهورية بعد 14 حزيران، ولكن بنهاية تموز مع تعيين لحاكم جديد لمصر في لبنان. السؤال، هل نحن فعلا مفترض أنه نضل لنهاية تموز؟ هو مش مفترض، بس أنه يعني إذا حكيتنا بمفاجآت لا طبعا هذا عم نقول نحن مفاجآت إيجابية مش سلبية. بدي أسألك إيجابية لأن نحن بنحكي بمفاجآت أنه اللي منراهن أنه يكون مفاجآت إيجابية مش سلبية، بس نحن اللي بنخشى منه دائما هو بالمفاجآت السلبية بظل الواقع المزري والظروف الإستثنائية اللي عم نمر فيها، لأنه بتزيد من حالتنا سوء بعد سوء. آخر سؤال لأختم محور رئاسة الجمهورية، رافضين تعملوا بوينتاج للمرشح سليمان فرنجية، صحيح؟ طبعا، لأنه عم تتغير الأمور وباتجاه الإيجابي لحظة بعد لحظة ويوم بعد يوم. طب أعطينا هيك رقم. لا ما راح نعطي، لأنه بارح النائب وضح صادق حكي بال 67 وصولا لل 70. طيب وأكثر. مبروك من هلا من اللي إذا هيك مبروك يعني. طب ما في أرقام عندكم؟ لا، مين اللي قال إنه 70 نهائي؟ ونحن لو كنا 50 مين قال إنه افتراضا؟ مين قال انه مش بكره 62؟ انا عم بقول لك ما حدا يبني بوانتاج على ارقام متحركه. اتصالات ربع الساعه الاخير بتغير كثير من المعطيات اللي عند البعض بهذا الاتجاه او بذاك الاتجاه. اكيد
لا بس لاختم، الاتصالات قائمه مع لقاء ديمقراطي وقائمه مع الاعتدال ومع المستقلين والتغييريين طبعا. طيب مع الكل وبهالاطار عملتوا اتصالات مع الوزير جهاد ازعور ولا لا؟ لا نحن لا، هو مرشح. ايه ما توصلتوا معه؟ ممكن هو يكون لا متعاطى، هو مرشح، هو مفترض يعمل اتصالات ومحاولاته. ناطرين شكل الاصول، ناطر الرئيس بري يتواصل معه يعني. طب ناطر الرئيس بري يتواصل معه؟ لا ما هو يعني الاصول لانه هو المعني المباشر، مفترض انه هو يبادر للاتصال بدك الحقيقه بكل اعضاء المجلس بدون استثناء. ايه ولم يحصل هذا الامر، خصوصا لانه اعتبر حلو ما هو مرشح تحدي ولا مرشح. طيب هو تواصل عبر زوم مع عدد من النواب، كل نائب على حدة، ما عمل اجتماعات. هذا بعد تغييرين فقط. ايه؟ لغير كان متفق انه يحصل صحيح اجتماع عام، هو قال مفتوح. لا انه الاتصال عبر زوم استدرك الامر، هو رجع اعتمد التواصل الافرادي. رح يفضل موقعه بصندوق النقد منصبه على الخساره في جلسه 14 حزيران؟ ما خلينا ننطر، ما بعرف عم بيزينا يمكن. هي الجواب واضح. ربع الساعه 40 دقيقه، لا هذه ربع الساعه الاخير قد تكون من الحسابات لدى جهاد ازعور، مع احترامنا وتقدير. ايه هو وما قبل لانه كمان في معطيات، بدي جواب واضح وصريح هيك اخذه مثل ما فينا نحن. في معطيات، هل لديكم اليوم معطيات؟ هل لدى الرئيس نبيه بري معطيات عن انه المرشح جهاد ازعور عم بيزين بين لا ان يترشح؟ لدى الرئيس بري في كلام بالسياسي بكواليس السياسي انه هو حط شرط على الفريق اللي لما استمزج رايه انه هل سيتبنوا ترشيحه او لا، قال لهم أنا ما بقبل إلا كون مرشح توافقي لأضمن نجاحي، لأن كي لا أخسر موقعي. حطوا ميزان، حط هو ميزان الربح والخسارة بمعادلته. هذا القرار بيرجع له ليتخذه باللحظة الأخيرة. بانتظار مفاجآت 14 حزيران، بدي أعرف رأيك بزيارة الرئيس ميشيل عون بالأمس إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري بشار الأسد. هذه الزيارة التي لم تحصل خلال السنوات الست